الاستاذ اسامه صقر الناقد الرياضي الكبير والرئيس القسم الرياضي بالجمهوريه بينورنا وشرفنا. استاذ اسامه اهلا بيك. اهلا بيك. ازيك؟ اخبارك ايه؟ والله الحمد لله تمام. الناس بتقول لك ايه على الفيسبوك؟ لا ده بيفتكروا ان في بيبقى ان انا وانت لما بنحتد في النقاش بيفتكروا ان احنا مختلفين او كده. لا طبعا لا ده احنا المهم احنا عايزين حتى وجهات النظر ده بيبقى طبيعي يعني. لا هي مش اختلاف حتى ده احنا بس بنحاول نوصل المعلومه صح للمشاهد ويبقى عارف بس حقيقه ما يدور بالظبط في خبايا الكره المصريه. بتنورنا دايما استاذ اسامه. ربنا يخليك. عايز اقول لحضراتكم خبر سريع كده فيما يتعلق باتحاد المصري لكره القدم ولجنه المسابقات بالتحديد اللي اعلنت مواعيد المؤجلات بشكل نهائي. احنا عارفين عندنا مباريات مؤجله كتيره جدا بطوله الدوري، فخلينا اقول لحضراتكم زي ما هي قدامكم على الشاشه دلوقتي. المؤجلات الاسبوع الرابع هتكون يوم 23/11 مباراه طنطا وطلاع الجيش، و23/11 ايضا مباراه المقاولين واسوان، دي مباريات مؤجله. ايضا الاسبوع الخامس مباراه الاهلي والجونه هتكون يوم 25/11، كده بقى النادي الاهلي هيبتدي مبارياته بعد التوقف بمباراه الجونه هناك في استاد الجونه، هتكون المباراه يوم 25/11 الساعه 5 باذن الله، دي اول مباراه النادي الاهلي بعد التوقف. الاسبوع السادس في عدد من المباريات في الحقيقه، انبي والزمالك في استاد السلام ده يوم 25 ايضا، يوم 26 اف سي مصر مع وادي دجله استاد الكليه الحربيه، يوم 26 ايضا مباراه اخرى ما بين مقصة وحرس الحدود، 27 طنطا وسموحه، يوم 27 ايضا بيراميدز واسوان، يوم 28 طلائع الجيش والانتاج الحربي، ويوم 29/11 المقاولون العرب والجونه، ويوم 30/11 الاتحاد والاسماعيلي، ده في الاسبوع الخامس. ايضا في مباريات هتبقى في بطوله دوري ابطال افريقيا او المباريات الافريقيه بشكل عام، هتبقى يوم الجمعه والسبت والحد، جمعه وسبت والحد يوم 29/12 يعني. بعد كده هيبقى في الاسبوع الخامس بعض المباريات اللي كانت ايضا مؤجله ما بين سموحه وطلائع الجيش في استاد اسكندريه. احنا عارفين المباريات دي مؤجله بسبب ايه بقى؟ بسبب ان طلائع الجيش كان بيلعب في كاس العالم العسكريه في الصين، واسماعيلي مع طنطا، وبسبب اسماعيلي والاتحاد كمان كانوا بيلعبوا في البطوله العربيه، ونفس الحال بالنسبه للاتحاد هيكون مع حرس الحدود في ملعب استاد حرس الحدود. المباريات دي هتكون يوم 2/12 4/12 و4/12 كمان، دي المؤجلات. وهم بيحاولوا يعني يعيدوا تنظيم المسابقه، دي تصريحات حسام الزناتي، ونتمنى لهم كل التوفيق في اعاده تنظيم المسابقه يعني، ما اعتقدش لكن نتمنى ان هي تكون اخر ازمه في الجدول. رايك في التعديلات دي يا استاذ اسامه؟ لا ما التعديلات دي طبعا هو حطوها بشكل منطقي وحسب التسلسل والترتيب، هو ما عملش اي حاجه جديده، هو بس حدد المواعيد اللي هتتلعب بعد نهايه بطوله كاس الامم الافريقيه للمنتخبات دون 23 سنه، لتحت 23 سنه، يعني هو مش هيقدر يجيب ماتشات يربك بها الجدول، هيمشي بنفس الاسلوب نفس الاطار، بدل ما كانت هتتلعب اساسا في الاسبوع الرابع والخامس هيتاجلت لبعد التصفيات. يعني انا شايف انه امر عادي جدا، هم يعني متوقع ان دي تكون اخر ازمه؟ لا الازمات هتيجي كتيره، هتيجي كتير، هتبقى كتيره جدا إيه، واذا لم تكن هناك شخصيه واضحه لاتحاد كره القدم المصري انه مش هيقدر يكمل المسابقات ومعرضه للتوقف ومعرضه للمشاكل وازمات كتيره، لان اصل احنا اتعاملنا مع الازمه بشكل سلبي جدا. ازاي؟ لا معلش انت ما فرضتش شخصيتك اتحاد كوره. اتحاد كوره انا بتكلم بمنتهى الامانه. يعني هو ايه الفرق ما بين اتحاد الكوره اللي راح وفرق بين اللجنه الخماسيه اللي جت؟ كلها بتدور في فلك واحد، ازاي مصلحتي، ازاي همشي الامور حسب ما تتراءى لي. وللعلم كل يعني انا عايز اقول لك كل اتحاد بيخلص مدته الاتحاد اللي بعديه بيجي بيكون اقل تاثير عن اللي قبليه وهكذا. يعني ونحسبها يعني من ايام الكابتن سمير زاهر، بعد الكابتن هاني بوريده، بعد الكابتن عمرو الجنايني، انت بتشوف ان في هبوط. يعني مش شايف ان في تطور؟ لا ما انت ما انت تطور فقط لا غير في الكلام. احنا تطور في اللسان، لا تنفيذ ما يقدروش يعملوا حاجه لانهم لا يملكوا شيء. وتصريحاتهم كتيره وانت بتتكلم في امور، لانك انت بتفسد المسابقات الرسميه من اول الناشئين والشباب والبراعم اعلى تعلى تعلى حتى في مسابقات الدرجه الرابعه الثالثه الثانيه، كلها مسابقات انا بقول لك اراهن عليها من الان انها هتفشل. لان اللي بيحصل شيء غريب وعجيب، يعني بيحتاج مثلا ساعات طويله وايام طويله في قنوات عشان تتكلم على المشاكل اللي بيمر بيها اتحاد الكوره. في نفس الوقت انا مش بظلمهم، انا بتكلم في حدود المتاح وبقول الله يكون في عونهم. تدخل على بطوله خلينا نركز فيها صح، وداخلين على تصفيات افريقيه للمنتخب الاول خلينا نركز باذن الله باذن الله نكسب
تصفيات كأس الأمم 23 سنة الأمور هتهدى إن شاء الله بإذن الله، نكسب مباراة التصفيات الأفريقية ونوصل للكاميرون وبعدها لكأس العالم 22. أنا بقول لك الأمور هتهدى بإذن الله. عكس كده لا، بقول لك انا متشكر جدا في مسابقاتك وبطولاتك الموسم الحالي. طب بما اننا بقى ابتدينا كلامنا باتحاد الكره بخصوص الخبر يعني اللي جالنا ولجنه المسابقات وتحديد المباريات المؤجله، يعني كان معايا خبر على مدار الحلقه النهارده بخصوص الفار، وان في لجنه بيترأسها وليد العطار اللي هو المدير التنفيذي للاتحاد، او بيديرها مش بيترأسها، اللي بيترأسها الكابتن جمال غندور رئيس لجنه الحكام، وان هم خلاص يعني في اتجاههم لتطبيق تقنيه الفار وبيشوفوا الخطوات اللي لازم تتاخد ومتابعه كل ما يتعلق بتطبيق هذه التقنيه. رايك ايه؟ انا رايي انا بتكلم على رئيس اتحاد الكره الحالي في اللجنه المؤقته الاستاذ عمرو جنايه، ما كان في مؤتمر صحفي اول امبارح بوجود الاعلاميين بوجود الخبراء بوجود وزير الشباب والرياضه دكتور اشرف صبحي كويس، واتكلم في موضوع الفار. طب هو كلام الاستاذ عمرو الجنايني كان لابد ان يكون كلام حاسم ومنتهي، اللي بيقول لك احنا هنطبق الفار تحديدا يا شهر يناير يا فبراير اللي جاي. معنى ذلك انك انت وصلت لبعض الامور والشروط اللي بتؤكد لك انك هتستخدم الفار. فوجئنا ان هو كلام الفار اتحول لكلام جماهير. لا، هو كان بيتكلم عن الفار، اتكلم في امور واضحه جدا، يعني بيقول لك اتحول لكلام جماهير، ان احنا بنتكلم ان احنا في يناير وفبراير الجماهير هترجع. لا، الجماهير موجوده في الملاعب باذن الله، وموجوده في الملاعب بالفعل، ما في يعني باذن الله، بس يعني انت مش قادر تدي يعني تفتح لهم المنفذ ان يكون الجماهير بدل ما اتفرج على 30 و40 الف بنتفرج على 5 وبنتفرج على 10. لان حتى دورات الكوره في الحواري بتجيب 5000 و7000 متفرج، دورات في القسم الرابع اللي هو اقل درجه في الكوره بيبقى فيه 3000 و4000 متفرج، ما بالك في القسم الثالث والقسم الثاني. المهم ارجع بس لحته الفار. الفار هو يعني الاستاذ عمرو بيقول لك احنا جاهزين، بس احنا المشكله عندنا كنا محتاجين الحكام اللي يتدربوا على الفار عشان يستخدموا هذه التقنيه في يناير او فبراير بالكتير جدا. ماشي، هنتجاوز عن يناير ونقول في فبراير. المفاجأة اللي بيتكلم فيها بيقول لك ان تكلفة استخدام الفار في السنة الواحدة 18 مليون جنيه. يعني في السنة الواحدة. وقال لك ان عربيات اللي بتستخدم الفيديو والتقنية والبث موجودين، وان شاء الله خلال ايام هتكون موجودة في مصر عشان نقدر نستخدم التقنية دي. ونقدر نستخدم عملية البث بالشكل العالمي اللي احنا نقلنا بيه كأس الأمم الأفريقية للكبار. فأنت بتتكلم 18 مليون، مين هيدفع 18 مليون؟ لا، ما أنا وأنت بقى اللي هندفعهم إزاي يعني؟ أنا ما أعرفش. أنت النهاردة أنا لما بجيب شركة دعاية، بجيب شركة إعلان، بجيب شركة راعية، هي المفترض أن هي اللي تقوم بالدور ده. حلو. مش الدولة. فده يبقى إذن الشركة اللي بترعى اتحاد الكرة والكرة المصرية هي المسؤولة عن هذه التقنية وهي المسؤولة عن هذه الأموال لازم تدفعها. في رؤيتك 18 مليون كل سنة دول مبلغ كبير ولا قليل؟ ده مبلغ قليل جدا. بالظبط. ما هو يعني أنت بتتكلم يعني أعتقد الشركة الراعية تقدر تدفعها. لا، ما حد نفسه يقدر يدفعها. بس هتجيب المقابل بتاعها منين؟ من استحداث إن أنا أصور تصوير عالمي، اجيب كاميرات جديدة، أبتدي أشتغل طبعًا زي طبعًا العالم طبعًا. عشان المعلن لما يجي يقول أنا عايز أدخل هيدفع الارقام دي كلها. صح. انما انت بتتكلم انا يعني الفار النهارده بقول لك الكابتن وليد العطار المدير التنفيذي القائم طبعا باعمال المدير التنفيذي هو اللي هيكون مسؤول. لا يا جماعه، احنا نشوفوا حكامنا مين اللي اتدربوا ونعيش الدور بحق وحقيقي. احنا عندنا 3 4 حكام متدربين اساسا في بطولات كاس العالم للشباب، بطولات كاس العالم للناشئين، في كأس الأمم الأفريقية اشتغل منهم كم حكم، ونبتدي ننقل خبراتنا عشان نتفرج على كرة قدم محترمة وتليق بالكرة المصرية إن شاء الله. بإذن الله. متفائل يعني الفار هيتطبق في النهاية؟ يا رب يتطبق إن شاء الله. هيتطبق إن شاء الله. إمتى؟ ما احنا قلنا يناير يا فبراير يعني بعد كده مرفوض. ما احنا كل سنه بنسمع الكلام ده. ما احنا بقول لك، انا بقول لك ده كلام رئيس اللجنه الخماسيه التي تدير الكره المصريه. يناير يا فبراير، وفبراير تحديدا اكتر حاجه يبقى نص طب فبراير. طب انا اتكلم مع حضرتك بصراحه. ما هو رئيس اللجنه الاستاذ عمرو الجنايني هو استاذ محترم بكل تاكيد يعني. كان قال برضو كلام وما تنفذش. ما اتقال حاجات كتيره وما تنفذتش. كانوا اتكلموا على جماهير هترجع، اتكلموا على النقل التلفزيوني، اتكلموا عن انتظام مسابقات واحنا نلعب باليوم والساعه والثانيه واللحظه بالظبط.
الكلام اللي احنا ده موضوع الكره الرسميه لحد دلوقتي ما اتطبقش، دي حاجه بسيطه جدا. قال لك قبل البطوله، قبل بطوله الدوري، قبل انطلاق الموسم. طب انا هقول لك على حاجه، كره رسميه للمسابقه وهتروح لكل الانديه، ولا في اي كور ولا كره واحده حتى؟ ما فيش كور، ما الكور اتسربت من زمان. يعني ايه؟ لا الكور دي اتاخدت، كانوا بياخدوها الناس في اتحاد الكوره والقائمين والعاملين، فبتتوزع. لا انا بقول الكلام ده على مسؤوليه. ما انا بسالك، انا عايز اعرف بقى. عندي كوره يعني انا منهم. يعني كان في كور؟ لا والله. اهو عندي كوره منهم والله. لا عندك كوره من الكوره اللي كانت. احنا المفترض ان اللجنه الخماسيه دي جايه تعيد ترتيب الاوراق وتبتدي تصحح السلبيات. حلو. منها انت بتتكلم عن كور، الكور دي جت وضاعت. بس الشركه يعني اللي كانت موجوده كانت موجوده كور بس مش الشركه اللي بترعى دلوقتي. طب راحت فين الكور؟ ما هي بقى كل واحد هياخد كوره. يعني انت اولادك مش هيلعبوا كوره في البيت؟ هيلعبوا. يعني الولد مش لازم العبهم بكره الرسميه بتاعت بطوله الدوري. اتلعبت يعني بكور المنتخب، واتلعبت بفانيلات المنتخب، وترنجات المنتخب، ولبس المنتخب، وكل حاجه ضاعت من الاتحاد. طب ما بالك الكوره مش عارفين يطبقوها، الفار هيعملوا فيه ايه؟ ده سيبنا من الفار. طب ما انا هسالك سؤال، المباريات اللي هيطبق فيها الفار انهي مباريات؟ طيب انا إيه هلعب في اسوان، هحط الاجهزه في اسوان ازاي؟ يعني اسوان لو هتلعب ماتش كل اسبوع، انما انت عندك في القاهره بتلعب من خمس لست مباريات. والجون في ملعب الجون، ما انت هتتكلم فين؟ اسكندريه سهله فيها كام فرقه، فيها ثلاث ملاعب ممكن نشتغل بيهم. انما لو تقول لي اروح الجونه اعمل ايه؟ هروح طنطا اعمل ايه؟ يعني ممكن نلاقي تقنيه الفار موجوده في الدوري، بس في مباريات ما بيتلعبش فيها وتقنيه الفار. انا ما انا هل الفار هيطبق على الجميع ولا هيطبق على مباريات معينه؟ لا هو لو طبق لازم يطبق على الجميع. يعني انا بتكلم في تسع مباريات، لابد يكون عندي اجهزه فار في تسع مباريات. يبقى انت 18 مليون انا بعتبره مبلغ قليل جدا. طبعا. يعني احنا عايزين ننتهي من المشكله دي. ان لابد ان تصدق اللجنه الخماسيه في كل قرارات الاتحاد باذن الله. هي مش اتحاد كوره احنا عاملينه عشان كل اللي يجي جاي بيدور على مصالحه فين، وكل واحد بيختار بعنايه المنطقه اللي هيعرف يستفيد منها يقول لك انا همسك في الحته دي. ممكن حد يسال حضرتك دلوقتي يقول لك ايه مصالح اللجنه الخماسيه دلوقتي؟ ما دول مش نازلين انتخابات. انت ما يبقى اكبر، يعني اكبر مكاسب تتحقق خلال الفتره. يعني انا بتكلم النهارده، هو انا معنى ذلك ان اللجنه الخماسيه خمسه افراد هيديروا الكره المصريه بمشاكلها وازماتها بالشكل اللي احنا ماشيين بيه ده؟ انت بتعمل لي لجان مسابقات، تعال اتفرج على لجان المسابقات تشكيلها ازاي، تعال اتفرج على اللجان الفنيه، تعال اتفرج على الرخص اللي هتتعمل للمدربين. كل حاجه دي هل اربعه خمسه يكفوها؟ لا الكرة النسائية، فجأة الكرة النسائية مع احترامي الكامل للكابتن صحر عبد القوي. صحر عبد الحق. أو صحر عبد الحق، أنا آسف. إنسانة محترمة وجميلة جدا، بس أنتِ في الشهرين ثلاثة لأربعة لخمسة ستة هتطوروا الكرة النسائية؟ لا هتاخد ولا أنتِ لا، أنتِ محتاجة وقت ومحتاجة إنك تحطي أسس للي جاي بعديكي يستخدم الكرة النسائية صح. أنا عندي منتخب الأول مش خايف عليه. مش خايف على المنتخب؟ لا مش خايف عليه. ليه؟ حتى لو فشل مش خايف عليه. يعني القوام موجود ولا مش موجود؟ موجود. الاسس موجوده، الترتيبات موجوده، ما عنديش مشكله. يكسب بقى يكسب. بقارن بالكره النسائيه. ايوه. لا بقارن بالكره النسائيه، الكره الشاطئيه، اقارن بكل شيء جديد انتوا عايزين تعملوه في مده قليله، عايزين تطلعوا لحاجه جامده. انا مثلا الكره، انا بتكلم على المنتخب الاولمبي، انا سعيد جدا ان الناس كلها قلقانه، وسعيد جدا الناس كلها خايفة ان ما حدث للمنتخب الاول ان يحدث للمنتخب الاولمبي. على فكرة المنتخب هقول لك ليه. الشيء اللي بتخشاه حتى وانت داخل الامتحان، لما تكون خايف في الامتحان بتطلع مبسوط وسعيد جدا منه. طب ما خليني اقول قوة حاجة. التركيز بتزيد. اتفضل. اقول لحضرتك على حاجة. المنتخب الاول احنا قبل البطولة بتاعت امم افريقيا هنا في مصر كنا قلقانين جدا، بس للاسف القلق. لا مش كنا قلقانين، ده احنا كنا متاكدين. ايوه بالظبط. يعني مش قلق. لا ما هو فرق بين القلق والخوف. اعداد المنتخب الاولمبي ده انا متابعه، اعداد في منتهى الروعه. وان المدير الفني الكابتن شوقي غريب عرف يستغل هذا المنتخب كويس واختار افضل العناصر. انا بقول افضل منتخب اولمبي في تاريخ مصر هو ده المنتخب ده. فعلا عندنا عناصر مميزه جدا في الحقيقه. ولذلك الكل قلقان. القلق ده بيديك نوع من زياده التركيز والاصرار. والناس قلقت اكتر يا استاذ اسامه بعد مباراه جنوب افريقيا الاخيره، المباراه الوديه. ما ده ما يقلقكش. اللي يقلقك
بجد انك انت كنت تجيب منتخبات ضعيفه وتكسبها. انت 7 منتخبات طبعا اشرف واقواهم في طبعا. مجموعتنا مثلا منتخب مالي. انما انا عارف كويس جدا اللعيبه بتعمل ايه دلوقتي. انا عارف شوقي غريب بيعمل ايه. بيعمل ايه؟ لا مركز جامد جدا جدا. الناس دي انا بعتبرهم محطوطين مثلا في معسكر حربي كويس، مقفول عليهم كويس جدا، ممنوع عنهم التصريحات، التركيز كله في كرة القدم، نديهم وقتهم من الراحة. استمتع بالمعسكر، استمتع بالوقت بالجو بكل حاجة. إنما يوم الماتشات أنت هتشوف 21 مقاتل. حلو. وهفكرك. أتمنى بإذن الله بإذن الله. إحنا واثقين فيهم بالمناسبة يعني. سواء تخوف طبيعي. لا ما التخوف والقلق دون غير التخوف والقلق بتاع الكبار. التاني كان معسكر من وجهة نظري كان معسكر منحل تماما. واللي ساعد على الانحلال اعضاء مجلس اداره اتحاد الكره وقتها ساعدوا على كده، ساعدوهم طبعا. انما دلوقتي الناس دي عايشه في ظروف مختلفه تماما عن ما مر بيه المنتخب الاول. وخلي بالك وفي اهتمام بيهم. حلو. والبطوله مش كبيره. ده معنى ايه مش كبيره؟ مش 24 منتخب. أوكي. انا بتكلم في انا وصلت بطوله كبيره كاهداف انت عايز تطلع منها من خلال هذه البطوله. وهتحققها بسبب انت بتلعب في دور الثمانيه مش الدور ال 198 الف ده. اوكي بس انت في مرحله مجموعات مثلا هتلاعب غانا ومالي يعني تركيزك هيبقى قوي من البدايه، مش هتلعب براحتي عشان اوصل. طب ان البطوله على ارضنا ده يعمل ضغوط علينا؟ يعمل علينا ضغوط بالتاكيد طبعا. ودي هتبقى ضغوط نفسيه جامده جدا. بس مين المدير الفني الذكي اللي هيقدر يستثمر الاجواء لمصلحته؟ بالظبط. تتعامل انا عندي معايا جمهور ومتاكد ان في جمهور كبير هيروح ان شاء الله طبعا، بالرغم ان القيادات في الدوله بيقول لك لا الجماهير هتبقى قليله. تقول لا انا براهن يا معالي الوزير، انا براهن ان الجماهير دي. اجمل حاجه انكم ما عملتوش دعايه مبكره للبطوله دي. لان كان الولاد راحوا مننا خالص. ازاي؟ لان كان البعض بيقول لك احنا كنا نجيب لهم اعلانات نخليهم. قلت له تاني نرجع نعمل اعلانات، وانا المصري وانا العربي وانا لا، الشكل هيبقى مختلف. الحته الثانيه انت بتلعب مع منتخبات قويه من البدايه. بالظبط. والجمهور نفسه الجمهور المصري متشوق لكوره، ما فيش كوره في مصر بقالنا. وهنروح الماتشات وكده. انا كل الازمه اللي كنت بشوفها مع المنتخب الاولمبي انك انت بتعمل لي نظام تذكرتي، لا كنت اجلوها في البطوله دي. يا جماعه في جامعات، في شباب، وكل الشباب الجامعات في الاعمار السنيه متساويه. هيجوا يشوفوا اللي قدهم في السن بيعملوا ايه. صح. افتحوا يا جماعه المجال ده، ملعبين. السلام والقاهره. السلام واستاد القاهره ده ملعبين. هتعمل لي برضو التذاكر وتذكرتي واحنا خايفين. هم عشان عايزين يعودوا الناس على النظام ده، ودي حاجه مش وحشه يعني. ما تجيش في البطوله التصفيات ما العبش في كاس عالم ناشئين ولا كاس عالم شباب ولا تصفيات اولمبيه. الكلام ده خليه في البطولات الكبيره، حتى الدوري المحلي الكبير، المباريات الافريقيه. طيب اقوى المنتخبات اللي موجوده في البطوله دي، البطوله الافريقيه تحت 23 سنه. لا اخطر منتخبين في المجموعه بتاعتنا منتخب مالي. الاثنين معانا. لا مالي. مالي بس انت قصدك بتقول اكتر منتخبين في المجموعه بتاعتنا. المجموعه الثانيه كوت ديفوار شرسه. كوت ديفوار. المنتخبات اللي تقلق منها في المجموعه الثانيه جنوب افريقيا عندنا منتخب الكاميرون. غانا ده ما تقلقش منها نهائيا. والله لانهم عندهم مشاكل كبيره، وانت عارف ان هم اكاديميات و... ويعني بس اسم كبير منتخب غانا في كل الاحوال يعني. اكيد عندهم انا معنى ذلك ان انا قلت منتخب ضعيف ما قلتش. لا لا يعني قصدي لا ده منتخب محترم جدا، والكاميرون محترم جدا، ومالي محترم جدا. بس انا بقول لك الاقوى واللي بخشاه هو منتخب مالي في مجموعتنا. ودي اول مباراه. ودي اول مباراه ان احنا عدينا منها. هقول لك مبروك التأهل. طيب عايز اروح لمنتخب مصر الاول عشان بقى اختم بالنادي الاهلي. بتشوف ازاي الماتشين بتحديد؟ الماتش الاولاني ماتش ودي مع ليبيريا، وبعد كده ماتشين مع كينيا وجزر القمر. يعني بتشوف الماتشين دول ازاي واهميتهم بالنسبه للمنتخب، وهل باذن الله نقدر نقطع شوط كبير في التصفيات من خلالهم؟ اولا يعني انا عايز اتكلم على مباراه ليبيريا ديت. انا اتفق تماما مع الكابتن مهمه جدا. لا مهمه جدا. برافو عليك. مهمه جدا لانك هتختبر لاعبين مش هيلعبوا في المنتخب. صح. ممكن تقدر تبرز العناصر اللي انت محتاجها في الفتره اللي جايه. الحته اللي اهم من كده ان هي هتدي للكابتن حسام البدري مساحه تفكير كبيره جدا في التعامل مع اللاعبين دول. اجمل من كده الفرق اللي بتلعب في افريقيا، الفرق اللي بتلعب في البطوله العربيه، اهلي زمالك اتحاد بيراميدز بنتكلم عليهم، المصري البورسعيدي،
بتديك برضو. انا لو اللعيبه دي المصري في الكونفدراليه ما انا عارف البطوله العربيه اهلي وزمالك في البطوله الافريقيه الاهم اللي هي بطوله ابطال الدوري طبعا، دي بتديك مساحه ازاي انت تقدر ترتب اوقاتك في اي وقت. وقع مني ايمن اشرف النهارده اعرف اجيب احمد ايمن منصور، وقع مني مش عارف مروان محسن عرفت اجيب احمد جمعه. هتلاقي مساحه القماشه هتزداد معاك بالاضافه للعيبه المحترفين. النقطه بس اللي انا يعني بنصح بيها ان المنتخب الاول مش هتبان قدراته الا يوم 11 لما يجي لك اللعيبه المحترفين طبعا، وينضم لعيب الانتا الاهلي من بكره موجودين خلاص. لا ما هم هيرجعوا بكره، رجعوا النهارده او رجعوا ينضموا بكره يروح يلعبوا ماتش بقى يوم الخميس عادي، يعني عندهم 3 و4 يتمرنوا مع المنتخب يلعبوا الخميس. اما دي انا بقول دي فرصه جميله جدا كويس. ان انت برضو بتعيد، وبعدين ده هنا التجاوب من النادي الاهلي كان رائع لمطالب المنتخب الاول. ما ينفعش العب كاس الامم الافريقيه المقبله وانا مش فيها. حلو. ما ينفعش ان انا ما عديش من كينيا، وما ينفعش ان انا ما اوصلش كاس عالم كمان. ما هي دي طيب. انا عايز اسال حضرتك على جزئيتين مهمين جدا بخصوص المنتخب الاول والانتقادات اللي كانت حوالين ان الكابتن حسام بدري استدعى كهربا، دي الجزئيه الاوليه رد عليها وبعد كده اسالك في الجزئيه الثانيه. بالنسبه لكهربا يعني هو استدعى كهربا، انا مال انا ومال الكلام ده؟ يعني الناس تنتقد تقول ان ده جميل لعيبه بيلعبوا، وهي تنتقد ليه؟ انت لو انا اسف في اللفظ انا ابني غلط بالمناسبه هو لعب من البيت كبديل. ما انا عارف تقريبا يعني وعامل ماتش كويس جدا ومعنويات الولد بقت مرتفعه. حلو. في الوقت اللي بتثار الشائعات دلوقتي الكهرباء رايح الاهلي، الكهرباء راجع الزمالك، الكلام اللي ملوش لعب. انا بتكلم انا ابني غلط هطرده من البيت؟ لا طبعا. ولا زود المشاكل؟ لا دي طيب. ده لا ده طيب. اختيار المدير الفني ولابد ان يحترم، لازم نحترم اختيار المدير، لازم نحترم طيب. الكلام ده بمناسبه ان ابني غلط ما ينفعش اطرده من البيت. فالموقف فيما يتعلق بعمرو ورد، عمرو ورد ده في الحقيقه الماتشين اللي فاتوا بالتحديد مع فريق لاريسا فاليونان عامل مباريات جميله، اهداف اكثر من رائعه واسيستات وحاجات ماشي بشكل كويس جدا. هل ده ممكن بادائه يجبر كابتن حسام بدري على انضمامه ولاعيب عامل أيوة ماتشات باداء حتى رغم المشاكل اللي حصلت؟ مشاكل ايه؟ حصلت مشكله من قيمه 10 ايام برضو. بص يا كابتن امير اللي نكون واضحين، عمرو ورد عمل مشكله والامن تدخل والشرطه تدخلت، اذا مشاغبات عمرو موارد لسه المشكله فين دي اخيرا؟ ده من المباراه قبل الاخيره. انت قصدك على المشكله حصلت في الملعب. أيوة ودخلوا الظباط وشدوه واتخانق مع الجماهير وشتموه. حل. لا انت لسه تصرفاتك غير مسؤوله يا عمرو يا ورده. لكن انما انت لعيب طب هستفيد منك بايه؟ صح صح. اذا كانت مشاكلك بقت كتيره. انما كهربا من ساعه ما مشي من ناديه ايه المشاكل اللي عملها كهربا؟ مفيش. هي المشكله قالوا لو كهربا وقع للاهلي ولا هيرجع للزمالك؟ انا الكلام ده ما اتدخلش فيه. طب كمان المنتخب الكلام ده مش خليني على المنتخب. وانت كهربا هتيجي افرض كهربا مستواه ما كانش كويس مع الكابتن حسام البدري، اول واحد هيمشيه. صح صح، لان مصلحه المنتخب هي الاهم في كل الاحوال، وده اللي يهمنا طبعًا بالتاكيد. طيب الاهلي بقى معسكر في الامارات، بتشوف المعسكر ده ازاي وبتقيمه ازاي؟ من انجح المعسكرات اللي عملها الاهلي، انجح المعسكرات. والسبب انه جه في توقيت، اصل البعض ممكن يقول لك ايه اصل انت بتقول كده عشان انت في قناه الاهلي حضرتك. أنا او انا يعني انا مش جاي قناه، لكن احنا بنقيم المعسكر. لا كابتن، والمدير الفني هو اللي قيمه بشكل اكبر يعني. كابتن امير، انا مش جاي قناه الاهلي عشان ادافع عن الاهلي. بالظبط يعني انا باجي قناه الاهلي اروح اي قناه، انا بتكلم من ناحيه او الرؤيه العلميه. من انجح المعسكرات اللي اتعملت، وايه هي الاسباب؟ ليه بقى؟ لان الراجل خرج في توقيت مناسب جدا. كان محتاجه لعيبه الاهلي بالذات اللعيبه اللي ما دخلتش المنتخب. محتاجينه ليه طيب؟ انا عايز اجدد. حلو. عايز اجدد يعني اكون نفسيتي فكره اكبر كمان على اللعيبه وابعد عن ضغوطات موجوده هنا. ايه اللي حصل في معسكر الاهلي؟ انا الحمد لله يعني انا عندي في الجورنان خليت زميلي الاستاذ علي معالي ان هو يشتغل لنا مراسل من الامارات احسن ما اخد الشغل اللي بيجي لي من النادي الاهلي. صح. او شغل لما خليته اشتغل جاب حاجات كانت جميله، منها الاستقبال للجماهير الاهلاويه في الامارات كان معلش يفوق الوصف عن هنا. الجماهير العينويه تقابل حسين الشحات وتطلبه في مباراه العين والجزيره ويروح ويجي لعيبه الجزيره قبل لعيبه العين يتقابلوا مع الله. انت بتتكلم في مكاسب كبيره. الغاء المباراه الوديه دي اتعملت لسببين، علشان خاطر عيون مصر والمنتخب المصري، وعشان
مكانة النادي الأهلي. وعشان ما كانش في فريق قوي تقدر تلعبه هناك. لا يعني عشان الدوري لعب الوحدات الأردني. لا الدوري الدوري شغال هناك. الوحدات الأردني. الوحدات الأردني كان موجود هناك؟ كان موجود وكان تم الاتفاق بالفعل على أساس إن الأهلي يلعب معاه، بس الأهلي فوجئ بالوسيط إن هو بيعمل المباراة مجانياً. ما عادش ينفع الكلام ده خلاص بقى. طيب دي أمور جوانب. لا مش أمور ولا جوانب. ده هنا بتوريك السياسة الاحترافية. كويس. ألعب إزاي مجاناً وأنت هتبيع تذاكر وهتعمل وهتعمل. بس أنا ممكن ألعب مجاناً بس أستفاد فنياً. وأستفاد مادياً. أوكي بس الاستفادة الفنية أعتقد دلوقتي أهم بالنسبة للفريق. لكن في كل الأحوال يعني موضوع المباراة الودية مش ليأخذ الحجم الكبير، لأن الجهاز الفني كان مهم بالنسبة له إنه يقرب اللاعبين بشكل أكبر من خلال تدريبات. ممكن تدريبات في بعض الأحيان تكون أهم بالنسبة له، مباريات ودية تكون ضعيفة. فاهم ماشي. أهم حاجة في المعسكر برضو، سيبك من المباراة الودية، أنت قصرت المسافات ما بين اللاعبين والجهاز بص الفني. بص الحضور الجماهيري قد إيه يا أستاذ؟ ما أنا بتكلم، أنا لسه ده في حاجات حصلت يعني تفوق الوصف. بس دي بتبرز ايه؟ مكانة النادي الاهلي. بالظبط بالظبط. تبرز مكانة الفرق المصرية لما بتسافر بره. ما انت النهاردة بتتكلم الامارات غالبيتها بتحب النادي الاهلي. طبعا. ومع ذلك وبتحب اندية مصرية كتير. مش الزمالك وناس كتير. وكل طبعاً الاندية. طبعاً. بس هي ديت انت استفدت. اتفرج على منظر الملعب. اتفرج على النظام والتوقيتات واختيار الوقت واختيار المكان المناسب اللي راح فيه والرحلات والجولات الحره اللي عملوها. لا انا بعتبر معسكر كان ناجح، ونجح فايلر فعلا حتى انه قرب من بعض اللعيبه وابتدى يسمع لكلامه. حتى انت بتتكلم، انا مثلا صالح جمعه هو حديث السوشيال ميديا الايام دي، صالح جمعه يعود لا يعود، الاهلي والمش الاهلي والكلام دوت، انا ما بصدقوش. صح. انما الولد لما خرج ولا الاجواء النفسيه، فايلر بيراهن عليه في الفتره اللي جوه. هفكرك دي حقيقة. انه هيلاعبه ان شاء الله لانه كان حاطط له شروط واعتقد انه نفذ. متوقع ايه للنادي الاهلي بعد العوده لمباراه الدوري ودوري ابطال افريقيا بعد فتره توقف طويله زي الفتره دي؟ انت لسه الفتره ممتده يا كابتن امير. دي من الحاجات اللي انا شايفها من السلبيات السلبية. انت وصلت لفورمه معينه، مستوى معين، ابتديت دلوقتي بتغيب شهر، بتغيب 36 يوم. اتوقع ايه الا ما اتفرج له اول ماتش مع الجونه او يلعب مع في البطوله الافريقيه، ده لساعتها نقدر نتكلم. استاذ اسامه صقر انا بشكر حضرتك، شكرا جزيلا، نورتنا وشرفتنا. انا متشكر جدا، ويا ريت كل مره نيجي فيها يكون الاهلي في تقدم وفي مستوى احلى ان شاء الله. باذن الله، ده هدف كل الجماهير الاهلاويه بكل تاكيد. كان ضيفنا العزيز الاستاذ اسامه صقر، الناقد الرياضي بالجمهوريه ورئيس القسم الرياضي بجريده الجمهوريه. دي كمان كانت حلقتنا النهارده من كلام في الميديا. بكره هنكون اجازه عشان هتتذاع مباراه الاهلي والزمالك في الدور ال 16 بطوله كاس مصر في صاله النادي الاهلي بالجزيره. المباراه هتكون في تمام الساعه 6 مساء وهتذاع على قناه النادي الاهلي، فبالتالي احنا هنكون اجازه بكره. نلقى حضراتكم، نكون مع حضراتكم باذن الله يوم الاربعاء بعد بكره، ونشوف اخر اخبار وكل جديد يخص النادي الاهلي في حلقه جديده من كلام في الميديا. الى اللقاء.